طيب، ده موضوع وكان مهم قوي ان احنا نشرحه لحضراتكم. في موضوع تاني كان في اجتماع امبارح في غاية الأهمية الحقيقة لسيادة الرئيس بخصوص تطوير وتنمية جزيرة الورق. كان في توجيهات واضحة وصريحة من سيادة الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعيات الأهلية، المجتمع المدني اللي ليه خبرة في العمل الميداني فيما يتعلق بأعمال التطوير اللي بتحصل في جزيرة الوراق، وإنها إزاي تتزود بالخدمات المتكاملة، وكمان تلبية اجتماعات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات. بنتكلم كمان على سيادة الرئيس امبارح قال رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، منطقة جزيرة الوراق بشكل عام. بنتكلم بقى الكهرباء والمية والصرف الصحي والطرق الداخلية وده كله. طيب، الموقف ايه في جزيرة الوراق دلوقتي؟ خليني ارحب بمهندس اسامة شوقي رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة. باشمهندس اسامة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك فندم، مساء النور يا سيادة اهلا الفندم. بحضرتك، اهلا اهلا بيك بسيادتك باشمهندس يا فندم، اسامة. اهلا بسيادتك. عايزة اعرف واكيد السادة المشاهدين، لانه الحقيقة جزيرة الوراق زي ما حضرتك تابعت، كلنا تابعنا، المكان مهم، في ناس عايشة في المكان ده، واستغلوا زي ما كان واضح للكل، استغلوا الإعلام المضاد والكاره للمصريين، أنا بسميه إعلام كاره للمصريين مش للدولة المصرية بس، استخدموا السوشيال ميديا الوراق استخدام سيء. مهم إن احنا نفهم من حضرتك الموقف إيه في جزيرة الوراق دلوقتي. تمام سيادتك يا فندم. اتفضل. تأكيد كلام سيادتك يا فندم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، إن جزيرة الوراق زي ما يعني الجميع يعلم هي أحد الجزر النيلية الموجودة في نهر النيل، وتتوسط 3 محافظات في القليوبية، محافظة نعم. القاهرة ومحافظة الجيزة، وهي ذات موقع استراتيجي. طبعا كان لازم الدولة تتدخل وتحقق عملية التطوير وإعادة التخطيط للمنطقة، نتيجة إن هي عبر يعني سنوات وعهود سابقة تم إهمالها لفترات، ما ادى الى زحف عمراني وكتله عشوائيه غير مخططه، وبالتالي لم يكن هناك اي فرصه ان احنا ننفذ عمليه تطوير او بنيه تحتيه نتيجه هذا الزحف الغير مخطط والعشوائي. نعم. وتوجيهات القياده السياسيه في هذا الموضوع ان طبعا اهالينا في المقام الاول، من اجل ان احنا نوفر لهم وحرصا عليهم نوفر لهم حياه كريمه. نعم. اول حاجه التوجيه صدر في هذا الموضوع ان احنا نبتدي بما يسمى المرحله العاجله لتوفير سكن بديل ومجموعه بدائل تعويضات مختلفه. تسمحي لي اقول لحضرتك يعني سريعا طبعا طب لا، عباره عن ده انا ده انا مهم قوي نفهم الناس قصه جزيره الوراق، لانه الحقيقه استخدامها رغم انه ناس كتيره ما اقتنعتش باللي كان بيتقال على السوشيال ميديا وعلى القنوات الكارهه للمصريين، لكن دورنا ان احنا نقول للناس حقيقه الموقف ايه في جزيره الوراق. اتفضل. تمام سيادتك. يعني احنا الدوله توفرت عده بدائل لتعويضات الاهالي، نعم، ما بين تعويضات ماديه سيادتك وتعويضات عينيه. التعويضات الماديه يعني نفس الفكره اللي حصلت في ماسبيرو تمام تقريبا، سيادتك، يعني احنا صح وزاره كده؟ الاسكان. تمام سيادتك تمام فن تمام وتوجيهات معالي الدكتور عاصم انتظار، احنا نفس نعم المتبع في جميع المناطق اللي بيتم تطويرها بذات السياسه المتبعه، ان يعني وتوجيهات طبعا سياده الرئيس في هذا الشان، كله تعويضات وبدائل مختلفه، والمواطن بيختار ما يتناسب معاه طبقا لرغبته واحتياجاته وظروفه. صحيح. فتتنوع بين تعويضات ماديه، احنا بنشتري الفدان من الاهالي ب 6 مليون جنيه، فدان الزراعه ده التعويض المالي المادي، والمنازل بيتم تقييمها من خلال لجنه رباعيه مشكله في هذا الشان، بتقيم طبعا المنزل طبقا لحالته ومساحته ومستوى التشطيب بتاعه سيادتك. تمام. وفي تعويض اجتماعي للغرفه للقاطنين لو في حاله وجود اسره ساكنه في هذه الوحده. ده بالنسبه للتعويضات الايه الماديه. التعويضات ده العينيه للمساكن، ها؟ الماديه دي اللي هي الفلوس، ياخد فلوس يعني لا هيبيع وياخد اقصد مقابل ده مادي. فيما يتعلق بالمساكن ولا بالظبط بقى، اللي الاراضي؟ هي التعويضات العينيه بقى. فيما يتعلق بالتعويضات العينيه مقسومه عندنا حاجتين، يعني احنا في تعويضات وحدات سكنيه وفي تعويضات اراضي زراعيه. تمام. تمام اتفضل. سيادتك. الوحدات السكنيه هيئه المجتمعات وفرت عده بدائل لمن يرغب في وحدات سكنيه في الاماكن المختلفه في المدن الجديده والمناطق القريبه من جزيره الوراق، يعني بحيث يتماشى مع احتياجات الناس ويكون قريبه منهم. يعني اسمعي سريعا اقول لحضرتك فيهم، مثلا وفرنا وحدات مثلا في مدينه العبور، وفرنا وحدات في مدينه حدائق اكتوبر، وفرنا وحدات في اكتوبر الجديده، وتم توفير وحدات في منطقه مطار امباب.
تمام، اللي عايز ياخد في مطار امبابة ياخد، تمام اللي عايز سيادتك، ياخد في اكتوبر ياخد، اللي عايز ياخد في العبور ياخد. تمام سيادتك يا فندم. زي الفل. ووفرنا ايضا لمن يرغب من اهالينا في الجزيره يرغب ان هو او نشاط يعني عايز مهنه الزراعه، ووفرنا 200 فدان في مدينه السادات، وسعر الفدان هناك 375,000 جنيه. يعني الفدان اللي بياخده هنا ب 6 مليون انا بشتريه منه ب 6 مليون، يستطيع يجيب بيهم حوالي 16 فدان في مدينه السادات. ده الاراضي. تمام سيادتك، اراضي تمام زراعيه. تمام تمام سيادتك. فدي مجموعه البدائل التعويضيه. من ضمن برضو توجيهات فخامه الرئيس ان احنا ومراعاه لظروف اهلنا في الجزيره، وهي لم تحدث في اي مكان في مصر سوى في الوراق. ايوه. في حضرتك ما يسمى اللي هو الناس القاطنه او المقيمه وبانيه منازل منذ فترات طويله على اراضي طرح النهر. والناس دي مخالف طبعا. نعم يا فندم طبعا، مخالف، مخالف طبعا القانون طبعا. وصادر ليهم قرارات ازاله بمعرفه وزاره الموارد المائيه والري. وكانت توجيهات سيادته تم تعويضهم، منشأ بعوضه المنشأ بتاعه. أيوة. وبعوضه اجتماعي في حاله وجود اسره ساكنه دون ثمن الارض، طبعا الارض ملك الدوله، وده أيوة. اكسبشن او استثناء مش موجود على طول مجرى نهر النيل الا في جزيره الوراق. ده للمخالف واللي باني مخالف على نهر ال. تمام سيادتي. وكذلك برضو كان في ناس بنت على اراضي املاك الدوله داخل الجزيره، والاوقاف انطبق عليهم نفس هذا الكلام. وتم يعني استثناء ليهم وتقديم مساعده طبقا للتوجيهات، مساعده لاهالينا في هذا الشان. فزي ما قلت لحضرتك دي ده سريعا مجموعه البدائل اللي موجوده، تعويضات المطروحه. البدائل المطروحه كتعويض سيادة. طيب خليني اسال حضرتك بعد اذنك باشمهندس اسامه، اقبال الناس على ايه من كل الاختيارات اللي حضرتك قلتها؟ تمام معاليك. احنا حضرتك الجزيره اجمالي مساحات اراضي الاهالي 1175 فدان. تمام سيادتك. احنا حتى هذه اللحظه اللي بتكلم فيها مع سيادتك احنا اشترينا بالتراضي حتى هذه اللحظه 842 فدان من الاهالي بنسبه 74% من الاراضي. تمام سيادتك؟ تمام، بالتراضي. بالتراضي يا فندم، احنا وورق كل ورق رسمي وهم. أيوة مبسوطين وبلا ضغوط ولا ولا ولا. ابدا، بالتراضي يا فندم. تمام. احنا وصلنا لنسبه بكلم سيادتك في نسبه ملكيات الاهالي 74% بالتراضي حتى تاريخه. طب المنازل؟ ايوه. المنازل اجمالي المنازل في الجزيره حوالي 6000 منزل سيادتك. احنا اشترينا بالتراضي حتى هذه اللحظه 2521 منزل بالظبط. تمام سيادتك؟ بنسبه 42%. تمام سيادتك؟ فمن هنا يتضح لسيادتك ان احنا نسب الملكيات بتاعه هيئه المجتمعات هي نسب يعني عاليه جدا، وكل طبعاً. ده تم سيادتك بيه التراضي. برضو احنا كاراضي الاوقاف والاملاك، احنا الاوقاف كان هي تسعة فدان وربع تقريبا. ايوه معايا حضرتك. احنا يعتبر خدناها باقي فيها حوالي 23.5 ايراد، يعني فدان الا شويه. هو هو ده اللي جايين فيه اراضي الاوقاف. الاملاك هي 68 فدان، اتعاملنا حتى تاريخه حتى على استلمنا حوالي 32.5 فدان، او بالظبط 32.5 فدان، متبقي 35.5. تمام. اجمالي المساحه اللي احنا استحوذنا عليها كهيئه مجتمعات حتى هذه اللحظه اللي بكلم سيادتك فيها 903 فدان بنسبة حوالي 70% على مستوى مساحة الجزيرة ككل. أيوه. يعني احنا الجزيرة حضرتك دي مكونة من ملكيات أهالي، أراضي أيوه. أوقاف، أراضي أيوه. أملاك، أراضي طرح نهر. تمام سيادتك؟ كل ده في الجزيرة. كل ده في الجزيرة. تمام. احنا الأهالي اللي احنا بنشتري منهم نسبة ملكياتنا 74% حتى تاريخه. أيوه. وكمنازل 42% من المنازل. وإجمالي مساحة الجزيرة على الطبيعة 1295 فدان. احنا إجمالي استحواذنا منها على حوالي 903 فدان حتى هذه اللحظه، مجموع المساحات كلها بنسبه 70% سيادة. تمام. فده في مجموعه طبعا طبعا، لكن معنى كلام حضرتك ان في مجموعه اختارت انها تظل في الجزيره. تمام سيادتك. بص يا فندم، احنا اولويه التنفيذ عندنا طبقا للتوجيهات في هذا الشان سيادتك ان احنا نبتدي بما يسمى مرحله السكن البديل لمن يرغب من اهالينا في الجزيره. أي. انه يعود للجزيره مره اخرى. السكن البديل باشمهندس اسامه، هل بالقسط، هل بشكل مريح، ولا تمام؟ بص إيه؟ ده كلام سليم. بص يا فندم، توجيهات القياده السياسيه في هذا الشأن ان جميع الوحدات اللي كلمت سعادتك عليها هي تباع للمواطن بالتكلفه الفعليه. التكلفه الفعليه. سواء اللي في العبور او اللي في اي مكان يا فندم. وتاكيدا برضه سيادتك على كده احنا يعني سعر المتر في الوحدات دي 2500 جنيه للمتر المربع في المدن الجديده، الاماكن الخارجيه في المدن الجديده كلها سيادتك.
كلها بتكلم كل يعني المدن الجديده، سواء العبور العبور، زي اكتوبر، حدائق اكتوبر، اكتوبر حدائق الجديده، اكتوبر. 2000 جنيه المتر 2500 جنيه المتر سيادتك، يعني الشقه تقف كلها ب 225 الف جنيه، هي 90 يا متر ثلاث بلاش. اوض وصاله. وخد بالك من ضمن التيسيرات ايضا، هو طبعا عايز يدفعها كاش المواطن، او يقسط سيادتك على 3 سنين اقساط ربع سنويه بدون فايده، او تمام. يقسط من 7 ل 10 سنين سيادتك باقساط ربع سنويه بفايده البنك المركزي. تمام. وطبعا لو حضرتك طبعا يعني كل اهالينا وكل الناس تعلم الوحدات دي بتباع، يعني النهارده هي نظيرتها في السوق بتتباع بكام؟ لما فيش الارقام دي خلاص. بالظبط. فلان زي ما قلت حضرتك توجيهات فخامه الرئيس ان احنا الاهتمام باهالينا وتلبيه رغباتهم، ده التوجيهات الاساسيه في هذا الشان. طيب الناس اللي لا نهايه اختارت، المجتمعات لا تهدف من الربح في هذا الموضوع نهائيا. طيب الناس اللي اختارت انها تقعد في الجزيرة، تمام. هيبقى ايه النظام معاها؟ بص يا سيادتك فندم، كويس حضرتك اثرت هذه النقطه، ويعني نستغل يعني منبر سيادتك في هذه النقطه. هو اولا طبعا بوجه الشكر لاهالينا في جزيره الوراق، لان فعلا هم مؤمنين جدا بعمليه التطوير، ولولا ايمانهم بالتطوير وايمانهم بدور الدوله في هذا الشان ما كناش وصلنا الارقام اللي كلمت سيادتك عليها دي. لا، تمام. وما انسقوش كمان، يعني لازم صح، اهلا نحييهم ان في هم ميزه طبعا بدون طبعا. التحيه من خلال برنامج سيادتك، اهالي الوراق انا بوجه الشكر ليهم، ناس واعيين جدا وناس بالظبط. فاهمه كويس جدا وبتحب بلدها، ومع التطوير ولو ما كانش ده ما كناش وصلنا لسيادتك يعني للدين الوضع ده. اللي احنا فيه صحيح الارقام دي. صحيح. فانا بس برضو يعني بنطلب حاجه زياده، المرحله العاجله دي سيادتك سريعا كده هي بمنطقه الخدمات بتاعتها، زي ما سيادتك تعلمي توجيهات فخامه الرئيس ان اي منطقه، وكان توجيهات سيادته وتوجيهات معالي الوزير دكتور عاصم، ان احنا اي منطقه بتطرح يعني بمرافقها بخدماتها. تمام سيادتك؟ يعني احنا مش قصه ان احنا بنطلع بمنشأ فقط، لا، ده لازم الانفرا بتاعتها البنيه التحتيه تبقى متكامله، صحيح، مياه وري الخدمات وصرف كلها. وغاز بالظبط، والخدمات المتنوعه. فبناء عليه المرحله العاجله دي بخدماتها حوالي 70 فدان سيادتك. تمام؟ احنا اشترينا كل الارض بالتراضي ما عدا متبقي لنا 23 فدان، ويمكن يعني بس ايه التحدي اللي بيقابلنا ان المساحه المتبقيه في اماكن متفرقه، والمنازل متبقي 234 منزل في هذه المرحله. تمام سيادتك؟ عشان طبعا توجيهات في هذا الشان، عشان اقدر اوفر الوحده داخل الجزيره للمواطن ويتعامل عليها، انا النهارده المرحله العاجله حاطط فيها 94 برج، يعني هي مخططه ل 94 برج، ارتفاع ارضي و10 ادوار سيادتك، وبمساحات مختلفه لتلبيه جميع الاحتياجات. 94 برج سيادتك. احنا حضرتك حتى هذه اللحظه اللي بكلم سيادتك فيها، وبرضه بشكر اهالي في جزيره الوراق، يعني احنا يمكن كنا في لقاء مع حضراتكم في القناه، كنا من حوالي يمكن شهرين كنا شغالين في السكوب بتاعنا 40 برج. احنا النهارده الحمد لله فتحنا ارض ال 10 ابراج تانيين، فاصبح اجمالي الابراج اللي احنا شغالين فيها حتى تاريخه 50 برج. 50. تمام تمام سيادتك. تمام. فمتبقي لنا 44 برج. 44. ايوه تمام. يمكن حتى يعني يمكن اللقطات قدام سيادتك تبين، ايوه احنا ان احنا ده. وده حجم التحدي اللي احنا أيوة. بنقابله، والتوجيهات في هذا الشان ان احنا بنطلع باسرع وقت لسرعه انهاء المرحله. بناشد الاهالي من خلال برنامج سيادتك، يعني ايه، بنوجه لهم الشكر اولا، ثانيا بس مزيد من التعاون عشان اقدر اجيب بقيه الارض المتخلله ما بين الكلام ده لسببين. اعرف اكمل ال 44 برج اللي باقيين، والاهم الثاني اعرف انفذ الانفرا الداخليه لشبكه المرافق الداخليه، واستطيع انفذ مباني الخدمات عشان استطيع اتعامل على هذه الوحده واقدمها للمواطن. طيب مطلوب منهم ايه؟ بص يا فندم، احنا قلنا زي ما احنا قلنا، هو ان هو يعني هو تاني النهارده بقى في ثقه الحمد لله من اهالينا، وهم عندهم ايمان بالتطوير، انهم وكل ده بالتراضي، زي ما قلت لحضرتك طبعا بالتراضي، طبعا لم نتعامل باي وسيله غير التراضي، ودي التوجيهات في هذا الشان. تمام سعادتك، ومفيش غيرها. تمام. فبالتالي احنا بس يعني مزيد من التعاون للناس لاهالينا القاطنين في المرحله العاجله، حتى استطيع انفذ بقيه الابراج، واقدر انفذ شبكه المرافق الداخليه عشان استطيع اتعامل هذه الوحدات. تمام سيادتك؟ ان هم يعني مطلوب منهم بشكل واضح يختاروا زي باقي اهل الجزيره ما اختاروا، ما بين اراضي، ما بين مساكن، ما بين ما بين. تمام سيادتك. تمام. هو ده اللي مطلوب منه. تمام سيادتك. ده اللي مطلوب منه. تمام. طيب. ومعلوم برضه يعني عشان الناس يعني تتخيل حجم وتأكيد الكلام اللي اضطرها لي سيادتك، احنا حتى هذه اللحظه بكلم سيادتك فيها، الدوله صرفت تعويضات حتى هذه اللحظه حوالي 6 مليار جنيه.
لأهالي جزيرة الوقت. للأرقام اللي متها ساعتها، اللي هو أيوه وصلنا لها 900، اللي هي 74% أهالي أيوه و2521 منزل، صرفنا حتى هذه اللحظة تعويضات 6 مليار. المرحلة العاجلة سيادتك اللي فيها 94 برج بخدماتها هتتعدى 3 مليار، يعني 3 مليار و200 تحديدا، واخد بال سيادتك؟ فطبعا أي تأخير أو أي ديلي إن أنا أقدر أنفذ بقية الأبراج لأهالينا بيحملني كوست زيادة طبعا وبيطول أجل طبعا إنهاء طبعا. هذا الموضوع. طب حاولوا تتفاوضوا برضو بشكل ده حقيقي فعلا يا فندم، يرضيهم. التفاوض شغال طبعا من خلال اللجان المعنية والأطراف أيوه المنوط بها هذا الكلام، ده شغال فعلا وبنوجه ونتمنى إن الشكر. ده يحصل بالتراضي ما بين الطرفين وبمنتهى الهدوء. تمام سيادتك، تمام. طيب الجزيرة يا فندم، السؤال الأخير لحضرتك، أولا كان الصرف بتاعها بيبقى في النيل مش كده، ولا دي مش معلومة صحيحة ولا إيه؟ تمام سيادتك، مش كان برضو الصرف لا ده بتاع كلام سليم يا فندم، وده جزيرة الوراق كله كان بيرمي في نهر النيل؟ كلام سعادتك مظبوط ده ينفع؟ 100%، وده من احد الاسباب. اتفضل. تمام، من احد الاسباب سيادتك اللي ان الدوله لازم تخش وتعيد تطوير هذا المكان، ان ما في الصرف للاسف نهر النيل، كل الصرف ده كان بيتصرف في نهر النيل وبيأذي البيئه المحيطه والاقليم القاهره الكبرى كله، غير بقيه الجمهوريه اللي بتشرب من نهر النيل، دي لا حاجه. ده الحاجه بيأذي الثانيه كل الناس. طبعا، وما كانش في منظومه المخلفات سعادتك، يعني جميع المخلفات بيتم القائها في نهر النيل. كل حاجات الجزيره كانت مخلفات بتترمي، زراعيه، مخلفات هدم، اسف يعني الحيوانات النافقه، كل ده بيترمى في نهر النيل. ده ضد مفيش القانون، منظومه. ده ضد القانون. الحاجه الثانيه ما كانش في خدمات، خدمات طبعا ما تتناسبش مع الكتله العشوائيه، ولا حد طبعا يعرف يوصل لهذه الخدمات. طبعا. إيه، انا بتمنى ان احنا نتابع مع حضرتك الملف ده باشمهندس اسامه، وكل ما يحصل يعني توافق حول عدد معين كده، نتمنى ان احنا نكون مع حضرتك في يا السوق. فندم أوامر، اشكرك. ونوجه العفو. شكر حضرتك، وبنشكر برضه أكرر شكري لأهالينا في الجزيرة على تعاونهم وإيمانهم نعم، بالتطوير، لأن كل ده بيتم من أجلهم وتوفير حياة كريمة ليهم إن شاء الله. اشكرك باشمهندس اسامه، اشكرك.